وكان يا ما كان في سالف العصر والأوان، وصلنا لحد ما الأميرة ياسمين وعدت علاء الدين اللي متنكر في زي الأمير علي من مملكة القوطيين، إنها هتفكر في عرض الزواج منها هي والسلطان قمر الدين. وعلاء الدين وبنجر والجني ماشيين، لاحظ الوزير جعفر المصباح السحري متخبي جوه عباية علاء الدين. راح الوزير جعفر فهم اللعبة وقال لكن على مين؟ راح للسلطان وقال له الوزير جعفر تراودني الشكوك من ناحية الأمير علي، لم نسمع عنه في مملكة القوطيين قط. السلطان قمر الدين ملك القوط عنده أبناء كتير من زيجات عديدة في الحقيقة احنا ما نعرفهاش، ومنعرفش كام بالضبط عدد أبنائه الأمراء أو حتى جميع أسمائهم. الوزير جعفر فماذا إن كان سعلوكا طامعا في العرش ومتنكرا في زي أمير؟ السلطان قمر الدين ما اعتقدش إن سلعوك زي ما بتقول يتنكر في زي أمير، وكمان يجيب هدايا وذهب وألماس كتير ويحاوط نفسه كمان بحشية وفوق بموكب مهيب، ومش عارفين نوصل لآخر الموكب ده لحد دلوقتي وما نعرفش هنسكنهم فين. الوزير جعفر إذن سأفعل استخباراتي وآتيك بالخبر اليقين. وقدام بلكونة الأميرة كما في الحواديت وقف علاء الدين والجني وبنجر بيعزفوا وراه ولا كأنه روميو وهي جولييت، وفضل يغني ويقول طلي علي بسحرك واسبقي مرة عطرك وخلي قلبك المرة دي بس يدلك. تطر للأميرة من الشرفة تلاقي علاء الدين واقف على السجادة في الحافة ويغني هاتي ايدك من غير خوف ولا تفكير وخطي برجلك المحنية على السجادة الحرير، وياخد علاء الدين الأميرة ياسمين على السجادة ويطير ويغني ويقول تعالي شوفي معايا العالم من فوق ده حلم ومنه احنا مش هنفوق، عالم ما تعرفوش حتى العرافة لا هو حقيقي ولا هو خرافة، ونبني في السماء قلوب وبالحب نعلم العالم ازاي يبطل حروب، عالم جديد الكل فيه سعيد من غير كره وغل ولا كيد. الأميرة مش مصدقة أنا طايرة في السماء بين السحاب والغيوم وحاسة حقيقي بدفى، هو العالم ولا أنا مش شايفة ولا عيون العشاء دايما مختلفة. علاء الدين الحب دايما بيحل الصورة ويبدل الحزن في ثانية ويخليه يرقص بتنورة، تعالي نروح لأبعد بعيد ما يوصل لناشي حتى لو ميت إيد، ونغني في الحب أناشيد من غير زعل ولا تبكيت، وهكتف في جمالك شعر زي قس المعتوه وهسرح في عينيكي وضيع في التيه. الأميرة خلينا سوا نكتب الحكاية من غير حتى بداية ونهاية، بس أنا حاسة إني شفتك قبل كده ولا من فرح بقيت مش متأكدة. علاء الدين أرواح البني أدمين دي عجيبة، تلاقي بينهم أميال ويتلاقوا في حاجة غريبة، تلاقي وشوشهم مألوفة
كأنهم يعرفوا بعض من زمان، وتقاسيمهم كأنها من قبل كده موصوفة. ويكتب ربنا بينهم اللقى، ويألف قلوبهم بالحب والوفا والدفا. دي حكايتنا أنا وإنتي باختصار، من غير تزويق ولا حتى هنقدم عنها اعتذار.